السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في هذا النوفيل فيديو اللي بنهضر فيه على واحد الحاجة مهمة واللي كتعلق خصوصا بالناس ديال الباك ليب وحتى المتمدرسين، لا في الباك لا حتى في السيزيام. بدون شك غتكونوا ديجا شفتوا وسمعتوا التصريحات ديال الوزير اليوم اللي كتقول يعني بصريح العبارة وبشكل واضح بأن الناس ديال الباك يعني الناس ديال الثانية بكالوريا اللي عندهم وطني بيدوزوا في شهر 7. يعني هذه المسألة ربما واضحة شوية، مزيان الناس اللي عندهم سيزام، الناس اللي عندهم الجهاوي ولا بكالوريا غيدوزوا في الشهر 9، حتى هي ربما واضحه شويه. لكن الاشكال فين كاين هو ان السيد الوزير ما هضرش على واحد المساله وما طرقش لها نهائيا، هو ان كاين الناس مترشحين الاحرار، الناس الباك ليبر اللي كيدوزوا جوج الامتحانات دقه واحده، وهاد الناس حتى هما كيتسناو باش ياخذوا الباك ديالهم باش يدفعوا مدارس ومعاهد وكليات والتكوين الى اخره. فهاد الناس هادو شنو محلهم الاعراب؟ واش غادي يدوزوا هاد جوج امتحانات؟ يعني مثلا يدوزوا الوطني مع لقيتها، فاش غيدوزوا الناس ديال الباك الوطني ديالهم يعني في شهر 7 ويتسناو حتى لشهر 9 باش يدوزوا الجهاوي مع الاخرين؟ هادشي اللي خاصهم نورمالمون اللي كيكون، بيسكو الجهاوي كيدوزوا مع الناس السيزيام والوطني كيدوزوا مع الناس الباك، يعني في لقيتها. ما غاديش نقول لا البروغرام راه هو، لكن هضرنا هي على لقيتها فاش كيدوزوا الناس هاد الناس هادو الامتحانات ديالهم. وهاد الناس هادو اللي كيتسناو حتى شهر 9 باش يدوزو الجهاوي ديالهم باش ياخذوا النقطه ديالهم باش يقدروا يدفعوا حتى هما المدارس، يكون ديك الساعات فات عليهم الحال. هاد المسائل باقي ما واضحاش مزيان في هاد المساله هادي. انا نهضروا على واحد الحاجه اخرى اللي هي مهمه، وان ملي كيقول الوزير مثلا بلي هاد الناس هادو غيشوفوا حتى الحدود، مثلا داكشي اللي شافوه يعني في الاقسام ديالهم مع الاساتذه ديالهم حتى النهار 14 مارس اللي وقيتها، فاش غادي التلاميذ هادو يحبسوا ما يبقاوش يمشيو للمدرسه. هاد الامور يعني فاش كتقال كتكون يعني كتعطي واحد الانطباع ديال الاريحيه وديال ديال يعني كتريح لواحد ملي كتقول هاد الهضره هادي، راه ما عندكش بزاف، عندك واحد البروغرام. ولكن ما خصناش نساو بلي راه كاين بعض المواد بحال اللغه الفرنسيه مثلا، راه ما كاينش شي ترتيب معين. فواحد التلميذ ملي كيشوف مع الاستاذ ديالو مثلا في السيزيام، نهضروا حنا على الناس المتمدرسين عاد ندوزو للناس ديال الباك ليبر، ملي كيشوف مع الاستاذ ديالو مثلا لا بواط ميرفيل كيتبع مثلا بلو ديرني جور دان كونداني وكيتبع مثلا بانتيغون، راه تلميذ واحد اخر راه بادلو الاستاذ ديالو بانتيغون. خصنا نفهمو هاد المساله هادي. وبالتالي ملي كتقول لي مثلا حتى نهار 14 اش من ترتيب بتاخد مثلا، وحنا في نفس ليسي كنلقاو هاد المساله هادي، في نفس ليسي كنلقاو بلي كل استاذ كيبدا مع التلاميذ ديالو واحد الحاجه معينه. ووضحت في الفيديو اللي فات بلي هاد المساله هادي ماشي استاذ اللي كيبغيها وغير كيختارها غير يعني راسو، لا كياخذوا يعني هادشي مجموعه من الاعتبارات، من بينهم مثلا بلي خاصنا مثلا كل مجموعه من التلاميذ نبداو معاها بواحد المؤلف معين باش مثلا الخزانه لا بيبليوتيك ملي كياخذوا هاد المؤلفات ما يكونش الضغط على واحد المؤلف، خاص كل مجموعه من التلاميذ تاخذ واحد المؤلف معين. ووضحنا هاد المساله من قبل. هادشي بلا ما نهضروا على الناس ديال الباك ليبر اللي اصلا هما ما متبعينش، هما عندهم واحد البروغرام اللي بيراجعوا ولكن ما متبعينش واحد الترتيب معين، يعني ما كانش يدخلوا اصلا الاقسام باش نقول لهم داكشي اللي شفتو حتى نهار 14. وبالتالي هاد الناس هادو خصنا نوضحوا لهم هاد شنو بيتشاف شنو بيتشاف يعني في ليكزام، يعني هاد المساله خصها توضح، خصوصا هنا كنهضروا على الامتحان الجهوي، راه الجهه على قدها كيخرج لها امتحان واحد، وبالتالي فهاديك الجهه راه كل واحد باش بدا، كل استاذ باش بدا، كل تلاميذ يعني باش بدا. والمسألة ديال الدروس اللغوية ثاني راه تتعلق بيان سيغ حتى بالمؤلفات. نتمنى هاد الأمور هادو أنا يعني توضح من طرف هاد الوزارة، توضح هاد الناس هادو أشنو هما الدروس اللي بنقراو، حتى المسألة ربما تكون حتى في مواد أخرين، ها شنو بيدوزو فيهم الامتحان. الناس اللي عندهم الوطني عندهم الرياضيات شعبة كدا كدا، ها شنو الدروس اللي عندكم مثلا. بس هاد الأمور توضح مزيان. حاجة أخرى حتى هي ما واضحاش لحد الان، هو ان الناس ديال الباك الغيب تيدوزوا التربيه البدنيه، عندهم الرياضه كيدوزوها. كاين بيان سيغ الاشخاص اللي دوزوا ديجا قبل ما يكون هاد ما تكون هاد لاكريز سانيتير، هاد الازمه الصحيه. كاين الناس اللي باقي ما دوزوش لحد الان، كيتسناو يعرفوا فين بيدوزوا ولا كيتسناو يعني تحل هاد المشكل باش يعرفوا امتى بيدوزوا. هاد المساله باقي ما واضحاش لحد الان، خصنا نشوفوا هذيك النقطه حتى هي تتحسب، النقطه ديال التربيه البدنيه واخا عندها واحد المعامل شويه صغير ولكن كيتحسب بيان سيغ. اللي كنتمنى انا هو الوزاره تزيد توضح هاد الامور هادو، باسكو هاد الناس راه ما عارفينش يعني. الناس باك ليب متمدرسين واخا هكاك الامور باقي ما واضحاش ليهم مزيان، خصوصا الناس ديال الباك ليب. بالتالي كنتمنى ان الوزاره تخرج اني بواحد
التوضيح يعني بخصوص هاد المسائل هادو تكون الامور واضحه اكثر، باش الواحد ملي كيمشي يدوز ليكزامان ديالو غيعرف فاش غيدوز وغيعرف بزاف د الحويجات. ماشي الواحد باقي ما عرف حتى شنو بيدوز ولا فين، ولا بزاف د الحويجات باقي ما واضحاش، ونتمنى انها توضح. ومن هنا كنقول الناس ديال سيزيام ولا بكالوريا غيدوزوا الجهوي ديالهم في شطر سعود، الناس ديال باكلي بغا يدوزوا الجهوي ديالهم واش في شطر سعود ولا في شطر سبعه، يعني هاد الامور واضحه مزيان. لكن اللي كنقول لهم انايا رجعوا الدروس ديالكم كامل، المساله ديال ان نشوفوا هي الدوره الاولى غير نقطعوا المؤلفات راه غادي تصيدوا، يعني بهاد اللي مشيتوا بهاد الفكره هذه رجعوا جميع الدروس ديالكم ديجا تكونوا يعني رجعتوا فيها بزاف، ما بقاش لكم بزاف، بالتالي كملوا البروغرام ديالكم وكنتمنى لكم التوفيق.